تداعية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هيمنت على أجواء مجلس النواب، حيث طالب ائتلاف دولة القانون خلال مؤتمر صحفي وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. تصريحات أردوغان جوبهت بانتقادات لاذعة من دولة القانون بعد تهجمه على نظيره العراقي واستهجان لصمت رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي يقود حملة دعائية شرسة ضد حكومة المالكي بوصف نواب القانون. وقوف السيد مسعود بارزاني إلى جانبه وهو يهاجم رئيس وزراء العراق المنتخب ديمقراطيا، المنتخب من الشعب والمنتخب من الكتل السياسية، ولذلك كان عليه أن يرد على هذه التصريحات لاعتبارات سيادية وسياسية وأخلاقية. كان الأجدر في تقديري بالسيد مسعود بارزاني، وبدلاً من القيام بجولة في العواصم الإقليمية والدولية وهو يقوم بحملة تأليب وحملة دعائية شرسة، كان عليه بدلاً من ذلك أن يأتي إلى بغداد لحل المشاكل العالقة. نواب القائمة العراقية بيّنوا أن الخلافات السياسية التي ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية أتاحت لدول الجوار بالتدخل في الشأن العراقي. أما نواب ائتلاف الكتل الكردستانية فقالوا أن تصريحات أردوغان عبرت عن وجهة نظر تركية، غير أن الحديث عن التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي واقع حال يجب الاعتراف به. المشكلة الرئيسية تتحدث عن انهيار بالعملية السياسية، وهذا الانهيار سمح لتركيا ولإيران ولكثير من الدول الجوار التدخل بالشأن العراقي. يجب أن نقر بأن التدخلات الإقليمية واقع حال في الشأن السياسي العراقي. مع الأسف قبل سنتين ونصف عندما بعد انتهاء الانتخابات العراقية ذهبوا إلى دول مجاورة من أجل دعمهم في تشكيل الحكومة العراقية. الحديث وكأنه اليوم بدأ التدخل الإقليمي وبدأ من تركيا، هذا الشيء غير دقيق. نواب عن المجلس الأعلى وصفوا من جانبهم التراشق الإعلامي سيؤجج من تأزم المشهد السياسي، داعين ائتلاف دولة القانون إلى الجلوس على طاولة الحوار بعيدا عن الهيمنة في اتخاذ القرار. دولة القانون مهيمنة على الوضع بشكل عام، كان المفترض لدولة القانون تتحرك صوب حل الأزمات وإيجاد حلول مناسبة والجلوس على طاولة الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية للخروج من المأزق الذي نمر به، لا أن تؤجج الوضع وتفتح جبهات معينة ويكون هناك تراشق إعلامي على الحكومة الاتحادية وعلى السيد رئيس الوزراء أن يجد حلول مناسبة للإقليم، لا أن يشنج القوم والإقليم ويبدأ يفتح جبهات متعددة. وترى أطراف النيابية أن تعميق الخلافات السياسية بين حكومة الإقليم والمركز والأخيرة مع القائمة العراقية تعني المزيد من التدخلات الخارجية من قبل المحيط الإقليمي والعربي المجاور للعراق في الشأن الداخلي بحسب قول تلك الأطراف. من داخل مجلس النواب ببغداد، زياد نهاد، الحرة.